أهلا بكم. نشرت بوابة الأهرام مجموعة من الأخبار المهمة في المحافظات خلال الساعات الأخيرة اليوم الخميس. كان أبرزها غلق كلي لشارع الأهرام بالجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية في سوهاج. انطلاق 30 رحلة للبالون الطائر في سماء محافظة الأقصر. تفاصيل مشروع التنمية الحضرية المتكامل حينا. جمصة تفتح أبوابها للمصطفين ولكن بحزمة شروط.